مدحك كلام لأنك وفي تستاهله من وين ما دور سما تلقاك متعدل سما الله يبارك هالحفل من أخرى لين أولى تسعد قلوب تستحق كل الفرح في هالحياة يتسبق بمدحك كلام لأنك وفي تستاهله من وين ما دور سما تلقاك متعدل سما الله يبارك هالحفل من أخرى لين أولى تسعد قلوب تستحق كل الفرح في هالحياة يا المداخل يا المداخل يا المداخل إلى قبل الليل عريس سبحان اللي ميزنا عند ما أنا شاك الله يوفقك ان شاء الله ويبني بيته ويرزقكم الذرية الصالحة ان شاء الله عقبال باقي العزوبية ان شاء الله أيوة. الله يوفقك ان شاء الله ويسر اموره وعقبالك ان شاء الله يوم صورنا تتزوج الاولى والثانية والثالثة اللحظة ذي نختريهم 33 سنة الحمد لله جت الله يتمم له بخير كل اللي جو محبين ومؤيدين وفانزات وجمهور عبد الله العامر بين قوسين عبوتشي الله يوفقه ويسعده واسعد اثنين باذن الله تعالى الدنيا يتمم له بخير الله يوفقه ويسعده ان شاء الله ويرزق الدنيا الصالحه باذن الله ويستاهل كل خير اخوي عبد الله الله يوفقه ان شاء الله عقبالك انت قبل شو اسمه اي انت يا رب وعقبالهم جميع تمم على خير رزق الذرية الصالحة إن شاء الله الله يوفقك أبو عبد الرحمن إن شاء الله ويتمم لك على كل خير ويرزق الذرية الصالحة يا رب الله يوفقك إن شاء الله وعقبالي خلاص الله يوفقك إن شاء الله ويسر أمورك وعقبالنا إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله وعقبالي قريبا إن شاء الله والسلام عليكم الله يوفقك ابن بيتك والله يرزقك الذرية الصالحة شكرا طيب الله يوفقك يا ابو داحم ويرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله عبد الرحمن الله يوفقه ان شاء الله وعقبال الذريه الصالحه يا رب وعقبال الباقيين ان شاء الله الله يعينك احبك اخوي الله يوفقك ان شاء الله وعقبال انت الله يوفقك ان شاء الله يا المدير الله يوفقك يا ابو عبد الرحمن ان شاء الله يسر امورك تستاهل والله عقبال اخوانك ان شاء الله الله يوفقه ويرزق الذريه الصالحه باذن الله وعقبال الرجال الطيب وعقبالك ان شاء الله لا وش ما تطلع في قناه النهضه ولا تطلع هنا وش يعرفني ايش اسوي خلاص الله يوفقك يا عبوتشي ويرزقك الذريه الصالحه الله يوفقك يا عبوتشي ويرزقك الذريه الصالحه وعقبال الجميع ان شاء الله الله واحد اثنين ثلاثه الله يوفقك يا ابو عبد الرحمن يسر امورك وعقبال الجميع ان شاء الله السلام عليكم الله يوفقه ان شاء الله يسر له اموره يرزق الذريه الصالحه ان شاء الله بعيده الله يوفقه ان شاء الله ويرزق الذريه الصالحه وبس خلاص مع السلامه